السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا الدراري غادي نحاولوا نجربوا اف سي 2025 كما كتشوفوا معنا الدراري هنا. اذا نحاولوا الخوت نشوفوا اللعبه الدراري اللي تزاد عليها فات السنه هذه سنه 2025، وغنشوفوا المزايا الخوت اللي تزادوا كذلك في اللعبه هذه. فكما كتشوفوا الخوت معنا هنا الخوت زيدان الدراري هنا كما كتشوفوا في الواجهه. اذا الدراري نفس القوائم اللي كانوا هنا في اف سي 2024 كاينين في اف سي 2025 كما كتشوفوا. فغادي نبداو باول حاجه الدراري، نشوفوا اول حاجه اللي هي البطولات الدراري. نشوف حاجه الصراحه اللي خصني نشوفها الدراري اللي هي تشامبيونز ليغ الدراري، نشوف واش بالنظام الجديد. اذا ندخلوا مباشره للتشامبيونز ليغ كما تبعنا الفروق الدراري، كاين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. غادي نحاول نختاروا الدراري شي فرقه، نشوف واش نفس القرعه الدراري اللي دارت من طرف ديال الويفا 2025. اذا نختاروا الدراري البارسا وغندخلوا مباشره نشوف هنا بالنسبه للكره الدراري الجديده ديال تشامبيونز ليغ الدراري حاضره معنا هنا. بدايه جديده غنشوفوا الخوص المباريات اللي واش كاينين ديال البارسا نفس الدراري ديال السنه هذه. كما كتشوفوا هنا الخوت، هنا الشعار ديال تشامبيونز ليغ الدراري لهاد السنه هذه السنه الجديده، اللقب ديال تشامبيونز ليغ كما كتشوفوا هنا. المباراه الاولى اللي غتكون عند البارسا مع موناكو الدراري. هنا من الطرف الثاني كاين كما كتشوفوا هنا الاخبار من طرف الماركه الدراري الصحافه الاسبانيه، وعليها اللايكات الخوت والتعاليق ديال الناس الخوت. اذا هذه ميزه جديده تزاد في اف سي 25. غنشوفوا الخوت بالنسبه للتشكيله ديال البارسا واش نفس التشكيله اللي كاينه لحد الان الخوت بالنسبه للبارسا. اذا بالنسبه لراس الحربه كاين ليفاندوفسكي، وعندنا كذلك الدراري هنا الطرف الثاني الخوت هنا لامين يامال الدراري ضافوا له لوجا ديالو كما كتشوفوا هنا، ورشح الطاقه ديالو 81. كذلك الدراري في وسط الميدان اولمو والخوت الصفقه الجديده بالطاقه 84 اللي جات البارسا، وكذلك رافينيا طاقه 84، وعندنا كذلك بيدري هنا الدراري وكاسادو هادو بالنسبه لوسط الميدان. وعندنا كذلك القلوب الدفاع الدراري هنا غيكون عندنا كوندي الدراري الجناح ايمن، وعندنا كذلك كريستنسن، وهنا الدراري كوبارسي، وكذلك بالدي الجناح الايسر الدراري. وفي حراسه المرمى اكيد غيكون هنا تير شتيغن كما كتشوفوا طاقه 89. فبالنسبه لتشكيله البارسا هي ديال هنا كذلك الدراري هنا المكتب الدراري الطريقه هنا ديال الترتيب. غندخلوا نشوفوا مباشره الدراري الفروق كاملين الخوت على طريقه الدوري الدراري لهذه السنه هذه، النظام اللي تبدل في تشامبيونز ليغ اكيد. اذا كما كتشوفوا الخوت غيكون على الطرف الايمن الدراري غيكون عندنا جدول ديال الترتيب، وكذلك الطرف الايسر الخوت غيكون عندنا مباريات الخوت اللي غيكونوا بالنسبه للبارسا وكذلك الفروق الاخرى. نحاولوا الدراري نديروا تخطي لهذه المباراه هذه مع موناكو، نشوفوا واش نفس النتيجه الدراري اللي خسروا بها اللي هي نتيجه ديال 2-1. هنا الخوت البارسا كتغلب بجوج لصفر الدراري، مالكا اولمو الدراري وكذلك كريستينسن. اذا البارسا غلبت بجوج لصفر هنا في الجوله الاولى من تشامبيونز ليغ. اما الان الخوت غادي نحاولوا نخرجوا من تشامبيونز ليغ، ونشوفوا الدراري مهنه لاعب، وكذلك نشوفوا مهنه مدرب، وكذلك نلعبوا الدراري شي ماتش، ونشوفوا كذلك المنتخب المغربي واش كاين في اف سي 25. رجعنا للبدايه الدراري، عندنا ركله البدايه لماتش اميكال الخوت، وعندنا كذلك هنا الاي تي ميتي الدراري. الا بغيتوا شي حلقه الدراري على الاي تي ميتي خليوها لي التعليق ان شاء الله نديروها في هذه القناه هذه. هنا عندنا الدراري مهنه مدرب، وكذلك عندنا مهنه لاعب. اول حاجه اللي غنبداو بها اللي هي مهنه لاعب الدراري، غنشوفوا اللي تزاد الخوت في هذه السلسله هذه ديال 2025. اذا غنديروا مهنه لاعب جديده الخوت كما كتشوفوا الدراري كيعطيونا هنا مكافات، عندنا القناع، وعندنا كذلك الدراري هنا الغطاء ديال الراس كما كتشوفوا. فغادي نحاولوا نختاروا قناع الدراري ديال مهنه لاعب الخوت. هنا القائمه الدراري تزاد على ما اظن الدراري جوج القائمه هنا بالنسبه لمهنه لاعب. اذا هنا عندنا انشاء لاعب جديد للرجال، وكذلك انشاء لاعب جديد للسيدات، وعندنا كذلك هنا يلعب كلاعب حقيقي، وهنا اختار لاعب ايقونه. غادي نحاولوا نشوفوا الدراري لاعبين ايقونيين كما كتشوفوا اللي عندنا هنا الدراري، عندنا بيكام، وكذلك عندنا زيدان الدراري، هنري، كذلك عندنا الخوت هنا بيرلو، كذلك عندنا فانيستروي الدراري، وهنا ايقونه الدراري كذلك بالنسبه للسيدات. اذا غادي نحاولوا الدراري نشوفوا رونالدو الظاهره الخوت والمخرج مباشره. تزادوا الدراري ثلاثه القوائم، عندنا شخصيه مهنيه، عندنا المتفرد، وكذلك القلب النابض، وكذلك عندنا الخوت هنا المبدع. فغادي نحاولوا نختاروا المتفرد هكا، وعندنا هنا شخصيه ثانويه القلب النابض كذلك، وهنا المبدع. غادي نخليو المبدع هنا الدراري فئه الشخصيه كما كتشوفوا هنا الدراري. غادي نحاولوا الدراري نختاروا اللاعب الدراري اللي خاص بنا هنا، انشاء لاعب جديد بالنسبه للرجال الخوت، ونحاولوا نشوفوا التعديلات الدراري اللي تزادوا هنا كما كتشوفوا الخوت. غادي نحاولوا نختاروا اي لاعب الدراري من هنا ونحاولوا نعدلوا عليه. اذا غادي نحاولوا نختاروا الدراري هذا اللاعب هذا، وندخلوا مباشره نشوفوا الدراري بالنسبه للتعديلات. هنا الخوت بالنسبه للمعلومات الاسم الدراري يمكن نكتبوها هكا على الشكل، وكذلك الدراري الكونيه هنا معرب بالاسم كذلك.
هنا الاسم التعليقات الدراري، نحاولوا الدراري نختاروا هذه الشخصيه هذه ونحاولوا الدراري نصايبوا عليها كما كتشوفوا هنا. بالنسبه لخط الجلد هنا عندنا الدراري بزاف ديال الاختيارات، يمكننا نستعملوا اي جلد الدراري يجي معنا كذلك. وعندنا كذلك الدراري بالنسبه للراس الخط عندنا كذلك الاختيارات. هنا بالنسبه للوجه الدراري كذلك كاينين الاختيارات هنا. هنا الخط وكذلك الشعر الدراري قصه ديال الشعر، اي حاجه الدراري اللي تقدر تجي معنا يمكننا نصايبوها كما كتشوفوا هنا. فكاينين الدراري صراحه بزاف تغييرات الخط هنا بالنسبه للمهنات اللاعبه الدراري صراحه اللي غتكون هاد السنه هذه الدراري، فهي اعظم الخط نسخه نزلت بالنسبه لمهنه لاعبه الدراري هاد السنه اللي هي 2025. كذلك الدراري القائم ديال الطاقم الدراري نفسها اللي كانت الدراري السنه اللي ماضيه اللي هي 2024. وهنا بالنسبه للخط الاحتفالات نشوفوا الدراري واش زادوا شي احتفالات الدراري جداد. هنا بالنسبه للخط الطريقه ديال الركلات الدراري الثابته كما كتشوفوا هنا، وعندنا كذلك الخط هنا بالنسبه للاسلوب ديال الجاري، وعندنا كذلك هنا احتفاليه بالنسبه للهدف الدراري هنا نفس الاحتفالات على ما اظن اللي كانوا في اف سي 2024. غادي نحاولوا نخليوا هذه الاحتفاليه ديال الدراري وندخلوا مباشره الخط نديروا تقدم وندخلوا مباشره المهنه ديالنا. كما كتشوفوا الخط عندنا اضافه جديده الدراري هنا سجل فارق، وعندنا كذلك توقعات كبيره. غادي نحاولوا نخليوا توقعات كبيره وندخلوا مباشره. كيعطيونا الدراري اي نادي اللي يمكننا نبداو معاه، غادي نمشيو الخط نبداو بارسونال الدراري بما ان كاين في القائمه الاولى. كذلك الدراري كيكونوا عندنا اختيارات اللي يمكننا الدراري نزيدوا كذلك على اللاعب ديالنا، فغنتجاهلوا كامل هادشي هذا ونديروا تقدم. فانا الخط نفس الدخله الدراري اللي كانت في اف سي الدراري 24، كذلك غادي نحاولوا نديروا تخطي ونشوفوا شي حاجه جديده تزاد في هذه اللعبه هذه. تكون المباراه الاولى الارسنال معنا الدراري ويلفرهامبتون في الدوري الانجليزي الخط، وعندنا كذلك غيكون عندنا الخانه ديال الاشعارات الدراري هنا كل ما يخص اللاعب، وعندنا كذلك الدراري خانه ديال المحترف كما كتشوفوا هنا وكيل الاعمال وكذلك الانشطه والمهنه ديالنا اللي هي مهنه لاعب الا بغينا نعتزلوا. كذلك هنا الدراري بالنسبه للتقويم الخط غيكون عندنا التقويم والترتيب ديال الدوري الانجليزي الدراري بما اننا اخترنا ارسنال، وغيكون عندنا الدراري هنا تخصيص الا بغينا نزيدوا شي حاجه على اللاعب ديالنا. واخيرا تكون عندنا القائمه الدراري الرئيسيه اللي هي الدراري غيكون فيها لي ماتش، وكذلك غيكون عندنا محاكاه. هنا نقطه الدراري المهاره غنمتوفره عندنا 80 الدراري تعيين نقاط المهاره، اذا يمكننا نزيدوا مع الدراري اللاعب ديالنا باش يزيد يتطور في مهنه لاعب. وغيكون عندنا الدراري على الجانب الاخر اللي هما الاخبار الدراري كل ما يخص اللاعب وكذلك كل ما يخص الارسنال الدراري في الدوري الانجليزي. نخليو هادشي هذا كامل ان شاء الله غنبداو سلسله جديده في هذه القناه هذه اللي هي مهنه لاعب في اف سي 2025. فغادي نحاولوا نخرجوا مباشره ونشوفوا الدراري المزايا الاخرى اللي كاينين في اف سي 25. اذا نحاولوا الدراري ندخلوا مهنه مدرب ونشوفوا المزايا الدراري اللي تزادوا في اف سي 25 كما كتشوفوا هنا. اذا غنديروا مهنه مدرب جديده كما كتشوفوا الخوت عندنا هنا جوج القوائم، انشاء مدير فني جديد، وعندنا كذلك العاب كمدير فني حقيقي. غنديروا مهنه مدرب حقيقي ونشوفوا الدراري المدربين اللي كاينين. فكما كتشوفوا الخوت هنا بالنسبه للدوري الانجليزي الدراري نفس المدربين اللي كاينين هاد السنه هذه، وعندنا كذلك يمكننا نختاروا الدراري الدوري الايطالي ولا الدوري الاسباني ولا الارجنتيني كما كتشوفوا. جميع المدربين الدراري كاينين معنا هنا كما كتشوفوا بالنسبه لمهنه مدرب. الخوت بالنسبه للدوري الاسباني الدراري هانز فليك الدراري حاضر مع البارسا، وعندنا كذلك كارلو انشيلوتي. غادي نحاولوا نختاروا كارلو انشيلوتي وندخلوا مباشره. كتشوف الخط هنا بالنسبه للقوائم ديال مهنه مدرب الدراري نفسها ديال القوائم ديال مهنه لاعب. غنشوفوا الخط هنا بالنسبه للانتقالات ونحاولوا نجيبوا شي صفقه الدراري بالنسبه لريال مدريد. اذا غننتقلوا ديريكت الدراري المركز الانتقال. غادي نحاولوا الدراري نتعاقدوا مع اي لاعب. غنشوفوا الخط هنا انسو فاتي نحاولوا نتعاقدوا معاه. اذا هنا الطلب بالنسبه للدراري الاستكشاف، وعندنا كذلك اضافه لقائمه المرشحين في المركز. غنديروا الدراري اضافه للقائمه وكذلك الاستعراض ديالو الدراري هكا. كتشوفوا الخط هنا معنا انسو فاتي الدراري بالقميص ديال البارسا اكيد جديد. فغادي نحاولوا الدراري نديروا هنا الاتصال للشراء. بالنسبه للقوائم الدراري نفسها اللي كانت الدراري في السنه ديال اف سي 2024 هنا كارلو انشيلوتي. غادي نحاولوا نديروا تخطي هكا. اذا هنا تقديم رسوم الانتقال، نحاولوا الدراري نحطوا هذا الثمن هذا نديروا تقديم للعرض، نشوفوا واش يوافق الدراري بهذا الثمن هذا يبيع لنا انسو فاتي. فللاسف الخوت كيرفض باش يبيع لنا انسو فاتي. فبالنسبه للدراري القوائم ديال الانتقالات نفسها الدراري اللي كاينه في سنه 2024، فغادي نحاولوا الان نخرجوا مباشره نحاولوا الدراري نجربوا الجيم بلاي ديال اف سي 2024. اذا الا بغيتوا الدراري اي سلسله ديال مهنه مدرب خلوها لي في التعليق ان شاء الله نديروها في هذه القناه هذه. الدراري كما كتشوفوا رجعنا للقائمه الرئيسيه، غادي نحاولوا الخوت الان نجربوا الدراري هنا جيم بلاي ديال اف سي 25. اذا غنديروا ديريكت ركلات البدايه. فهنا كما كتشوفوا الخوت المنتخب المغربي الدراري حاضر في اف سي 2025. غادي نحاولوا نختاروا المغرب الدراري ونديروا هنا بالنسبه للدراري الفريق اللي غنواجهوه نديروا نحاولوا نقلبوا الخوت هكا نديروا المنتخب الفرنسي هكا.
فكما كتشوفوا الخوت نفس القميص ديال المنتخب المغربي، كاينين جوج القميص الدراري، القميص الاول القميص ديال الاحتياط. هنا غادي نحاولوا نختاروا القميص الاول هنا بالنسبه لفرنسا، كذلك الدراري غادي نختاروا القميص الاول الدراري هنا على كيليان مبابي. فهنا الخوت بالنسبه للتشكيلات الدراري غادي نحاولوا نشوفوا الدراري التشكيله ديال المنتخب المغربي. كما كتشوفوا الخوت عندنا راس الحربه اللي هو النصيري، وعندنا كذلك الدراري بلال الخلوس، حكيم زياش الدراري هنا، امين عدلي، وعندنا كذلك في وسط الميدان كاين امرابط الخوت، وعندنا امين حارس، وعندنا كذلك هنا اشرف حكيم يا الدراري هو ونايف اكرات. كما كتشوفوا هنا عندنا رومان سايس الدراري، وكذلك نصير مزراوي حراسه المرمى اكيد غيكون هنا يا بونو الخوت. وعندنا كذلك الدراري بالنسبه للقائمه الاحتياط الدراري نفسها اللي كانت في اف سي 25 الخوت، على ما اظن غادي يديروا التحديث باش يجيبوا لاعبين جداد الدراري اللي تزادوا على المغرب. فغادي نحاولوا نشوفوا الخوت ابراهيم دياز واش كاين مع المنتخب المغربي. هنا على ما اظن الدراري ابراهيم دياز ما كاينش صراحه مع المنتخب المغربي، على ما اظن غيديروا تحديث الدراري ويزيدوا اللاعبين المغاربه. الان الخوت غادي نحاولوا نمشيو ديريكت للمباراه ديالنا ونشوفوا الخوت الجيم بلاي ديال اف سي 25. اذا غنديروا ديريكت بدء المباراه. كما كتشوفوا الخوت هنا نفس الدخله اللي كانت في اف سي 25 الدراري، هنا كما كتشوفوا بالنسبه للمنتخب المغربي اللي غيواجه المنتخب الفرنسي الدراري. وكذلك شوفوا الجيم بلاي كما قلنا الخوت ديال اف سي 25، هنا الدخول ديال اللاعبين الدراري نفسها اللي كانت في اف سي 24. على بركه الله كما كتشوفوا الخوت نحاولوا نشوفوا الدراري نجربوا الجيم بلاي ديال اف سي. الخوت هنا امرابط كيطلق باس هنا الدراري العدلي، نحاولوا نرجعوا هكا كره، يلا يا عدلي كيرجع مره اخرى الامرابط مره اخرى الدراري. كما كتشوفوا على ما اظن الدراري هنا تزاد السرعه هنا، والحكم كيعلن على تماس الدراري ديال المنتخب الفرنسي. هنا ياسين بونو الدراري كتألق مرة أخرى على هذه الكرة، هذه مازال ضاغطين يعني على المنتخب الفرنسي الدراري هكا، يلا يا سيس كيقطع هذه الكرة، هذه مرة أخرى كترجع مرتدة للمنتخب المغربي، لكن بلال الخنوس ما كيمرش أمام كامافينغا كيسدد بونو مرة أخرى الدراري كيتصدى لهذه الكرة هذه. هنا بونو الخوت كيرتكب الخطأ أوكي ماركيو علينا الهدف الأول الخوت المنتخب الفرنسي. اذا 1-0 ديال الخطا اللي كان ديال ياسين بونو والخوت هكا 1-0. هنا يوسف النصيري الدراري كيجيبها في العريضه مره اخرى، يلا سدد هدف تعادل الدراري بلال الخنوس كيجيب الهدف التعادل قبل ما يسالي الشوط الاول. اذا 1-1 الدراري، واول هدف ديالنا الدراري في اف سي 25 على طريق بلال الخنوس كما كتشوفوا. فهنا كما كتشوفوا الخوت عندنا مرتده هنا، الخنوس كيخرج النصيري، كاين فرد على ما اظن النصيري الدراري في التسلل. اذا تسلل الخوت كما كتشوف عليه يوسف النصيري في هذه الكره هذه. فكما كتشوف الخوت هنا الجرافيك صراحه الدراري يطلع بالنسبه لاف سي 25 الى اف سي 24. فهنا كما كتشوف الخوت هنا النصيري كاين فرد هنا، نحاول نسدو يا النصيري، لكن الحارس مره اخرى الدراري كترجع هنا النصيري الخوت كيماركي الهدف الدراري بعد ما رجعت من الحارس. هنا النصيري كيجيب الهدف الثاني للمنتخب المغربي، كتصبح النتيجه 2-1 قلبنا الطاويل على المنتخب الفرنسي. شوف هنا الخوت وصلنا للدقيقه الاخيره الخوت، وعندنا هنا مرتده للمنتخب المغربي، يلا النصيري كيحاول يمر هنا مره اخرى امام الدفاع المنتخب الفرنسي لكن كتضيع علينا. هنا الخوت الحكم كيعلن على خطا المنتخب المغربي، نحاولوا الدراري نشوفوا واش نجيبوا هذا الخطا هذا. كما كتشوفوا عندنا اشرف حكيمي هو اللي غينفذ هذا الخطا، نتمنوا تجي في الشبكه الدراري اللي ما ليكون الهدف الثالث. يلا يا اشرف، يلا يا اشرف حاول تجيبها في الشبكه يا اشرف، لكن الحارس الدراري كيمسك بهذه الكره على ما اظن الحكم، كيصفر على نهايه المباراه الدراري بالفوز ديالنا بجوج لواحد في اول مباراه لنا في اف سي 25 كما كتشوفوا. فحتى لهنا الدراري كنشكركم على المشاهده ديالكم، ان شاء الله الدراري غنزل لكم مهنه لاعب في اقرب وقت ممكن، فشكرا لكم على المشاهده، تهلاو.